اهلا بحضراتكم. نبتدي باهم الاحداث اللي حصلت امبارح، من بينها ان الحكومه اكدت انه لا صحه لمد اليوم الدراسي في المدارس المطبق فيها نظام الفتره المسائيه للساعه 7:30 مساء خلال العام الدراسي الجديد. كمان امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع لمتابعه اجراءات وخطوات زياده حجم الانتاج من المنتجات البتروليه. تفاصيل هذه الاخبار واخبار ثانيه هنعرفها في التقرير اللي جاي. أخبار كتير حصلت امبارح. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عاد لمطار القاهرة الدولي قادما من العاصمة الصينية بكين بعد مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في فعاليات منتدى التعاون الصيني الإفريقي اللي استضافته الصين خلال الفترة من 4 سبتمبر الجاري. امبارح أكدت الحكومة أنه لا صحة لمد اليوم الدراسي في المدارس المطبق بها نظام الفترة المسائية للساعة 7:30 مساء خلال العام الدراسي الجديد 2024-2025، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن. وأوضحت أن المدارس اللي هتعمل بنظام الفترتين في بعض الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية وفقاً لطبيعتها وظروفها هيكون نهاية اليوم الدراسي في الفترة المسائية فيها الساعة 5:30 مساء، مناشدة الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. أيضاً امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع لمتابعة إجراءات وخطوات زيادة حجم الإنتاج من المنتجات البترولية، وأيضاً ما يتعلق بإتاحة المخصصات المالية اللازمة لقطاع البترول بهدف توفير المنتجات البترولية خلال الفترة المقبلة. وصرح السفير محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع شهد استعراض لخطة وإجراءات وزارة المالية لتوفير المخصصات المالية اللازمة لقطاع البترول وفقاً للبرامج الزمنية في هذا الشأن. وأضاف المتحدث الرسمي: تناول الاجتماع أيضاً جهود وزارة البترول لزيادة حجم الطاقة الإنتاجية من كل من البترول والغاز الطبيعي خلال الفترة القادمة بالتعاون مع العديد من الشركاء الأجانب. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي شهد مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة اللي أوفوا العطاء بالقوات المسلحة اعتباراً من يوليو 2024، وده بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وأسرهم. وجه القائد العام للقوات المسلحة في ختام كلمته الشكر والتقدير لأسر القادة المكرمين تقديراً لما تحملوا من مسؤولية اجتماعية كبرى في إعداد أجيال من أبناء مصر قادرة على البذل والعطاء.